الساعه 8 وربع الصبح ناس غربها بلشوا يتمركزوا بالشارع. بشام تمام ما راح الله اكبر. بعد نازل راح الوصول يا عسكري يا عسكري شق منك إلى شق يا شق محاربين مبينين مثل طلاب الجامعة حالهين دقنهم لابسين تيشيرت حتى مبين مو مبين عليهم ابدا انه هن متدربين على الحرب. لك يا امي اللي اعطيكم